تاني برضو تدي مزيد من المعلومات عن القانون الاستثماري. طبعا لازم القانون ده يتسوق بره، ما ينفعش ابدا قانون نقعد نتكلم فيه مع بعضنا، فلازم سفاراتنا في الخارج يتوزع عليها القانون، ويبقى في حد بيعمل برزنتيشن كويس للقانون بالمواد كلها مع السياسات التشجيعيه المصاحبه للقانون، ونبدا كل سفاراتنا في العالم بره تروج لمفهوم القانون وفلسفه القانون مع الخريطه الاستثماريه مع الفرص الاستثماريه اللي موجوده عليها. هنا يبقى احنا بنخاطب العالم بلغه جديده، بقانون وسياسات وتشريع بنفهم فيه العالم المدى اللي احنا بنتكلم عنه ايه في الفتره اللي جايه. انا بس حبيت اقول لكم يعني ده مور ليس القانون. وطبعا احنا ممكن نعمل قوانين ونعمل تشريعات وما تجيش نتيجه اذا ما كانش في قرار هنا، قرار اداري، قرار سياسي بدفع حركه الاستثمار حقيقي وتصفيه كل المشاكل القديمه وفتح صفحه جديده ويعني دعوه المستثمرين من كل اطياف العالم كله، وخصوصا النهارده الاستثمار ما بقاش لوطن. جميع دول العالم النهارده بتقول استثمار، جميع دول العالم النهارده بتشجع وبتحفز على الاستثمار، ودخلنا في حاله التنافسيه العالميه. فاحنا محتاجين النهارده نقول احنا اللوكيشن بتاعنا متميز في افريقيا وقلب اوروبا وقلب العربي، لكن التشغيل ده وتوصيفه كله محتاج الى منظومه عمل جديده، محتاج الى فكر جديد. الفكر ده اللي احنا بنطبق بيه القوانين والتشريعات بنتكلم فيه برضه ايضا على سياسات تحفيزيه وسياسات ترويجيه وتسويقيه للقانون والى دعوه الناس انها تيجي تستثمر عندنا. انا بس حبيت اعمل لكم بريفي كده عن القانون ونفتح بعد كده الحوار وننتقل بعد كده. طبعا انا عارف ان في ناس عاوزه تتكلم عن سعر الفائده وتكلفه الاستثمار، ولا انا هنتعرض ليها برضه عشان نشوف ارائكم ايه. ونفتح بس في الباب الاولاني كده في بتاع القانون الاستثمار، اذا كان في اي حد يحب يقول حاجه اتفضل.